هذه زيارة لضباط سامون من المدرسة العليا للدرك الوطني بزيرالدا إلى المدرسة العليا للقضاء، تندرج في إطار الانفتاح على المحيط وتبادل الزيارات، تبادل الخبرات، ولكي يطلع ضباط الدرك الوطني على تكوين القضاة، التكوين القاعدي، التكوين المستمر، التكوين التخصصي، وكذلك مدى التعاون ما بين الهيئات، لأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد، وطبعا تحقيق العدل من خلال تطبيق وحسن تطبيق القانون والممارسة الفضلة للقضاء.